السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سأشرح فيه يعني مشكل الفيرتواليزيشن الخاصة بحواسيب ويندوز، سواء كان فيها يعني بروسيسور انتل او بروسيسور AMD. فبعد قيامي بحلقات الفيرتواليزيشن يعني تثبيت نظام وهمي داخل حاسوبك، فتأتيني يعني العديد من الرسائل بأنه تأتيكم هذه الرسائل الخطأ، مثلا في VMware سواء كانت برو او بلاير. فمثلا اذا قمت بتشغيل هذا النظام هكذا فياتيكم هذا الايرور هذا الخاص بالفي تي اكس، يعني انها ليست مفعله في البيوس او ربما لا يدعمها حاسوبك. كذلك يعني هذا الخطا يوجد كذلك في الفيرتوال بوكس، اذا قمنا بستارت هنا فسنجد يعني failed to open session windows 10، ودائما نفس المشكل VTX is disabled in the BIOS for all CPU mode. إذن لمن واجهته هذه المشكلة فهي سهلة، ولكن يجب يعني أن تفهموا من أين أتى المشكل وهل يتعلق بالحاسوب أم يتعلق بشيء آخر. إذن لماذا أصلا لم تعمل معي هذه الأنظمة؟ فأنا قمت بتعطيل الخاصية لكي أشرح لكم. إذن سنقوم بغلق هذه النوافذ هذه، وسنأتي يعني إذا كان لديك يعني حاسوب ويندوز 10 أو ويندوز 8 فيكفي أن تأتي إلى تاسك مانجر هكذا، ثم تأتي إلى performance، ثم تأتي إلى CPU، ثم ستأتي إلى هنا virtualization disabled. يعني هنا يقول لي بأن virtualization إنها يعني معطلة. كذلك يعني لمن ليس لديه يعني حاسوب فيه ويندوز 10 او 8 فيمكنه يعني كتابة هذا الامر هذا MS Info هكذا، سيأتي الى CMD. طبيعة الحال CMD يوجد في ويندوز XP وويندوز 7 وجميع الويندوزات، ثم تقوم باللصق هكذا، ثم ستأتيك هذه النافذة هذه فهي متواجدة في جميع أنظمة ويندوز، ثم ستقوم بالنزول وستجد بأن يعني الفيرتواليزيشن enabled in firmware فهي no، يعني ليست مفعلة. لكن السؤال المطروح، فبطبيعة الحال هذا الأمر هذا كذلك يمكنه تجربته، وكذلك لمن لديه الباور شير يعني ويندوز 8 فما فوق يمكنه تجربة هذا الأمر، يعني نفس الريزلت. المهم عندما ستجد أن الفيرتواليزيشن ديزايبريد فهذا يعني أنك يجب عليك تفعيلها من البيوس، وسأريكم ذلك. لكن قبل أن نذهب إلى البيوس فأريد أن أقول لكم بأن الفيرتواليزيشن ليس لها علاقة بالحاسوب، يعني الحاسوب الذي اشتريته فهي لديها علاقة بالبروسيسور، البروسيسور المتواجد داخل الحاسوب. يعني هناك شركتين تصنع البروسيسورات يعني معروفة جيدا، هي شركة الانتل وشركة الامدي. فشركة الانتل هذا هو موقعها، وشركة الامدي كذلك هذا هو موقعها amd.com. يعني هاتين الشركتين هي التي تصنعان البروسيسورات وتقوم ببيعها يعني ل HP ديل توشيبا، يعني لشركة الحواسيب. إذن الآن فهمنا أن الفيرتواليزيشن لها علاقة بالبروسيسور. إذن كيف أعرف هل حاسوبي فيه الفيرتواليزيشن، يعني يدعم الفيرتواليزيشن قبل أن أشتريه؟ إذن قبل أن تشتريه فلا بد لك أن تعرف يعني البروسيسور الذي فيه. فبالنسبة إذا كان يعني ذلك الحاسوب يعني به نظام، يعني به ويندوز 8 أو به ويندوز 10 أو به مثلا ويندوز 7، فلكي تعمل معكم يعني نفس الطريقة فستذهب إلى أي نافذة، ثم ستبحث عن this PC أو sub PC أو على حسب. المهم تضغط كليك يمين ثم properties، وستنبثق لك نافذة على حسب الويندوز الذي لديك، وستبحث عن processor. إذا وجدت انتل كور فأنت ستبحث في موقع الخاص بالانتل، إذا وجدت AMD فيجب أن تبحث في الجوجل، وهذا هو المشكل. AMD يعني لا ليس لديها يعني موقع يعطيك التفاصيل كانتل. بالنسبة لي لدي انتل، سأشرح على انتل. إذا سأخذ هذا الرقم، هذا الأرقام هكذا، ثم كابي، وسأذهب إلى موقع الانتل الذي سأتركه لكم، وسأذهب إلى السيرج ثم باست، ويعني سأقوم فقط بمسح هكذا، يعني مسح الحرف ك ثم إعادة كتابته، وهذا هو البروسيسور الخاص بي.
ثم سننتظر قليلا وسأقوم مباشرة بالذهاب إلى يعني قسم Advanced Technologies. وهنا لاحظوا معي يعني Virtualization Intel Virtualization Technology VTX يعني هي التي يعني وجدناها في الايرور، فهي يس يعني البروسيسور الذي يوجد داخل حاسوبي فهو يدعم يعني خاصية الفيرتواليزيشن، وبهذا الأمر هذا يعني أضمن أنني شريت حاسب في هذا التكنولوجي هذا. لكن إن وجدت هنا نو فلا تشتري ذلك الحاسوب لأن البروسيسور لا يدعم الفيرتواليزيشن. بالنسبة للAMD فستبحث يعني ستكتب اسم الAMD وتكتب يعني فيرتواليزيشن هكذا يعني ثم تقرأ يعني في الفوريمات والكاركتيرستيك إلى أن تجد هل يدعم أم لا، أو ربما تسأل الشركة في الموقع الرسمي يعني في كونتاكت أس يعني تقوم بسؤال يعني الشركة مباشرة. إذن هذا هو الحل الذي لديكم، ولكن هذا الحل هذا يعمل إذا كان الحاسوب يعني به نظام ويشتغل. لكن نفترض أنك تريد شراء حاسوب يعني مثلا في الخوردة أو في سوق يعني لبيع الحواسيب ولكن ذلك الحاسوب ليس فيه يعني نظام، هنا سأريكم طريقة من يعني من كيف ستجد هذه المعلومة، هذه كيف ستجد يعني البروسيسور الذي فيه دون أن يشتغل الحاسوب يعني فقط من البيوس. وعندما ستجد اسم البروسيسور ستأتي إلى موقع أنتل وتبحث، وإذا كان AMD تبحث في جوجل. إذن سنتجه مباشرة إلى البيوس ويعني أريكم هذه الأمور هذه. لكن قبل أن نتجه إلى البيوس كي لا يسألني يعني الإخوة كيف سأدخل إلى البيوس لدي حاسوب ولدي حاسوب، فكل واحد يعني يدخل على حسب حاسوبه. فمثلا أنا لدي كيف ستعرف الحاسوب أصلا، ستكتب هنا مثلا run بالنسبة لدي حاسوب، ثم سأكتب عفوا ستأتي إلى run أو execute ثم ستكتب dxdiag، ثم بالنسبة لي هذا هو الحاسوب الذي لدي. كيف سأعرف يعني المفتاح أو function key الخاصة بهذا الحاسوب لكي أدخله على البيوس؟ سأكتب يعني hp-elite-disk هكذا في اليوتيوب أو في جوجل hp-elite-disk 800G3، ثم سأكتب يعني بيوس كي، هذا هو يعني المصطلح الذي يجب عليك كتابته أو الكلمة التي يجب عليك كتابتها. تكتب اسم حاسوبك كاملا ثم تكتب بيوس كي، وسترى يعني سترى أنه يكتب لك أنه F10، فغالبا يعني حواسيب HP فهي F10. وكذلك يمكنك الدخول إلى يوتيوب يعني مشاهدة الفيديوهات، يعني ضروري أن تقوم بهذه العملية لوحدك، لن يساعدك أحد في هذه العملية، يعني فقط قم بمسح هذا الحاسوب وقم بتعويضه بحاسوبك. ستقول لي كيف سأجد اسم الحاسوب وحاسوبي لا يشتغل، سأريك الآن، تابعوا معي. إذن بعد أن بحثت في جوجل ويوتيوب ووجدت يعني الفانكشن كي الخاصة للدخول إلى بيوس الخاص بحاسوبك، فبالنسبة لي كما أريتكم فبحثنا ووجدنا أنها F10، وغالبا يعني حواسيب HP فهي F10. إذن سأقوم بتشغيل الحاسوب، بمجرد أن أقوم بتشغيله سأقوم بالضغط على F10 هكذا إلى أن يدخل إلى يعني البيوس. هذا هو البيوس الخاص بهذا الحاسوب هذا. فربما قد يكون حاسوبك جديد وفيه بيوس يعني الجديد UEFI، فسيعمل بالفأرة يعني هكذا، وإذا كان قديم فستعمل فقط بالكيبورد يعني النزول والصعود والتغيير ثم الأنتر. إذن لا مشكلة في ذلك. بالنسبة لي اسم الحاسوب والمعلومات التي ستبحث عليها يعني إذا كان حاسوبك لا يشتغل، ففقط من البيوس يمكنك يعني أن تبحث على جميع المعلومات. إذن تقوم بتشغيل الحاسوب ثم تدخل مباشرة إلى البيوس، ثم ستأتي إلى System Information، فلاحظوا معي هذا هو اسم الحاسوب، يعني هذا هو اسم الحاسوب وهذا هو البروسيسور الذي يعني يوجد فيه. يعني حتى لو كان الحاسوب يعني لا يشتغل فبإمكانك يعني
معرفة هذه المعلومات هذه دون مشكلة. إذن هذه المعلومات بالنسبة للناس الذي يعني يسألونني كيف نعرف اسم الحاسوب، لأنني يعني لم أجد تيكت ولم أجد أي شيء والحاسوب ليس به نظام. هذه هي الطريقة أخي، وكذلك البروسيسور نفس، وكذلك الرام كم فيه في الميموري، وكذلك إذا كان حاسوب يعني لابتوب أو بعض الحواسيب كذلك ديسكتوب يعطيك كذلك القرص الداخلي يعني مساحة القرص الداخلي. إذن سأدخل مثلا بالنسبة لي لكي أبحث عن الفيرتواليزيشن، فكذلك تبحث في يوتيوب أو تبحث يعني قسم بقسم، تبحث بقسم بقسم حتى تجدها. بالنسبة لي فهي توجد في Advanced، ثم سأأتي إلى System Options. لاحظوا معي فهي توجد هنا Virtualization Technology VTX، سأقوم بالتعليم عليها وكذلك سأقوم باختيار هذا الخيار هذا لكي يعني تساعد كذلك، لكن الخيار الأول كافي جدا، هذا هو الخيار الذي يهمنا تكنولوجي VTX. لكن إذا وجدت خيارين يعني اختارهما معا، ثم سأقوم بالرجوع إلى Main، ثم سأقوم ب Save Changes and Exit، ثم Yes، وسننتظر إلى أن يشتغل يعني معنا الحاسوب، وسنكمل يعني من داخل حاسوبي إن شاء الله. إذن الآن سنأتي إلى Task Manager هكذا، ثم سنأتي إلى Performance CPU، ولاحظوا معي Virtualization Enabled يعني قمنا بتفعيلها، وكذلك يمكنكم التأكد من CMD يعني بالنسبة لجميع أنظمة الويندوز. ستكتب هذا الأمر هذا MS Info 32، ثم Enter، وستقوم بالنزول وستجد يعني هذه الخاصية Virtualization Enable Firmware Yes. إذن الآن يعني أصبحت الخاصية مفعلة أو التكنولوجيا مفعلة، فسنقوم فقط بالتجريب، سأقوم فقط بالتجريب على الـ VMware. طبيعة الحال نفس الطريقة، أو إذا يعني قمنا بتفعيلها فستعمل على جميع يعني البرامج الخاصة بالـ Virtualization. إذن سأضغط على Play، وكما تلاحظون يعني فيعني قد عملت بدون مشكل، وهذا كل ما يخص بالنسبة لتفعيل خاصية الفيرتوال بوكس أو خاصية الفيرتواليزيشن في حواسيب يعني التي تدعم AMD والأنتل. أما بخصوص يعني الإخوان الذي سيسألونني وكيف سأعرف يعني أين أجدها هذه الخاصية في البيوس، تكتب دائما اسم الحاسوب وتكتب يعني هذه الكلمة هذه Enable Virtualization هكذا، ودائما يعني ستقرأ هكذا، أو ستدخل إلى الفيديوهات يعني التي شرحها الإخوان، وغالبا تكون يعني الحواسيب تقريبا في البيوس متشابهة وتطبق يعني نفس الطريقة، أو تبحث يعني قسم بقسم كما قلت لكم. إذن أعتقد هذا كل ما يخص بالنسبة للفيرتواليزيشن، نلتقي في فيديو آخر، السلام عليكم.